حول أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للمملكة السعودية وأيضا بالنسبة للأسواق النفط العالمية. طبعا المملكة العربية السعودية دائما حريصة على استقرار أسواق النفط لمصالح المشتركة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. طبعا معروف أن المملكة تمثل أكثر من 10% من إنتاج البترول العالمي، وبقدر ما يهمنا مصالحنا كالمنتج والمصدر الأكبر، إلا أنه أيضا يهمنا مصالح 90% الآخرين، وروسيا الاتحادية تمثل أيضا نسبة تماثل نسبة المملكة. فبالنسبة لنا استقرار الأسواق، اعتدال الأسعار، الاستثمار على المدى البعيد، وضمان الطلب على البترول على المدى البعيد، لأنه كثر الذبذبة في التذبذبات في الإنتاج وفي الأسعار تصرف الاستهلاك إلى مصادر طاقة أخرى. فعلى المدى المتوسط والقصير والبعيد مثل هذا الاتفاق الذي يعطي استقرار للأسواق هو في مصلحة الجميع. Thank you.